فضلوا معي لنحضر هيدا المعمول المد بالتمر اللذيذ كتير. بس قبل بدنا نرحب بالمشتركين الجدد، يا ألف أهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا. ويلا خلينا نبلش باقي الخطوات، بس قبل ما تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة، يا ألف أهلا وسهلا فيكم جميعا، بتشرفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن أحبائي المتابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله دايما يا رب. اليوم بدنا نعمل معمول مد بالتمر، بس أنا بحط له مع التمر بحط جوز اللي هو عين الجمل. هلأ رح نبلش بوصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون كوبين سميد وسط، اي كوب بتبلشوا فيه ما بيأثر هون، يعني تتأيدوا بالكوب اللي انا عم بشتغل فيه. كوبين، اي كوب بتبلشوا فيه بتنهوا فيه. بسم الله. عندي هون نص كوب طحين ابيض، عندي هون حط المقادير كلها على جنب، حتى عندي هون ربع ملعقة كربونات. نخلط المكونات مع بعضها. هلأ عندي هون أربع ملاعق كبار سمنة حيواني، أربع ملاعق كبار سمنة حيواني بحرارة الغرفة. رجعوا جمدوا لأنه عنا برد كتير، يعني مطلعتهم من البراد حتى أقدر أشتغل بالسمنة. بدنا نخلطهم. شايفين بدهم يصيروا هيك بهيدا الشكل. هلا بدنا نحضر بقية المكونات. عندي هون 7 جرام خميرة فورية، من هيدي الخميرة 7 جرام، وعندي هون ملعقتين سكر، وعندي 3 ملاعق قطر جاهز، عندي هون نص كوب مي زهر. بسم الله. عندي هون عفوا حساسية، عندي هون 4 ملاعق سكر حليب بودرة. بسم الله. نضيفهم كلهم فوق بعض، نخلطهم لحتى يذوب حبة السكر. هلا بعد ما ذوبت السكر وامتزجوا كلهم مع بعضهم، بدي اضيفهم فوق عجينة المعمول. بسم الله.
نخلطهم بهذا الشكل. شايفين كيف حبت السميد شربت المي؟ هيدا السائل. يعني بدنا نعجنهم ما كأنه ما مثل ما نعجن العجين. هلا بدي اغطيهم بالبلاستيك الغذائي واتركهم لتاني يوم. هلا انا عم بشتغل فيهم المساء او هيك، لانه منو عم رح يطلع هيك بهذا الشكل، وبتركهم خارج البراد لتاني يوم لحتى تكون فتحت حبة السميد، ومنرجع منكمل باقي الخطوات. إذا بدي حطهم بالبراد رح تجمد السمنة، والطقس برد عنا هون ما بيأثر. لو كان شوب ايه مندخلهم البراد، بس إذا جمدت السمنة ما بتعود بتفتح حبة السميد، هيك أفضل. ومنرجع إن شاء الله منكفي باقي الخطوات. وهلا بعد ما تركنا المعمول ليلة كاملة، أول شيء بدي أعمل الحشوة. أنا عندي هون تمر منزوع النوى حضرته، حطيت معه ملعقة سمنة حيواني، رح حطهم بالفرن على 150 لمدة 10 دقايق لحتى تطرى الحبة وأقدر أطحنهم. فينا نعملهم بالمقلة، بقطعهم صغير وبقلبهم بالمقلة، بس أنا أسرع لي بالفرن. رح حطهم بالفرن حتى تطرى الحبة ولأقدر أطحنهم، ونكمل باقي الخطوات. هلأ بدنا نشوف العجينة. أكيد قاسية شوي مع أني مخليتها برات البراد. أنا شو رح أعمل؟ رح طريها بالقليل من المي زهر لحتى أقدر مده. يعني هيدا برات البراد وهيك شايفين، لأنه عنا الطقس برد كتير ما بحاجة حطها بالبراد. بدي طريها بالقليل، ححطها بهاي الصينيه البايركس بقدر أتحكم فيها أكتر. بسم الله بقدر أتحكم فيها أكتر. أنا عندي هون فنجان قهوة نصه، رح نزلهم بسم الله الرحمن الرحيم حتى أقدر أدعكه. مشان تمد معي وبدي اضيف. عندي اضافة هون كمان نصف فنجان قهوة كريمة الخفق. بسم الله انا بعمل المعمول عندي بكريمة الخفق، بتطلع رائع. معمول المحشي فستق حلبي جوز الأقراص، المعمول الأقراص. هلا رح ندعكن. هيدي إضافة من عندي، الحليب إضافة من عندي، كريمة الخفق الإضافة من عندي. اللي بده يعمله، اللي ما بده يستثني من الوصفة ما بيأثر. رح أعملهم قسميتين.
ما شاء الله تقولوا حاططها بالبراد ومطلعتها جامدة. هلا بدي مد أول طبقة الصينية. أنا عندي هون هاي الصينية، صينية ألمنيوم، هن 3 صواني، هيدي أصغر قياس. رح مد أول طبقة، بسم الله. مدها بهيدا الشكل. مديتها بهيدا الشكل، منعلي على الحواف شوي حتى يبين علينا لما تحمر، بيبين الحواف لما يحمر الأسفل. أنا مديت، دهنت الصينية بالسمنة. هلا بنكمل باقي الخطوات. هلا هيدي الطبقة الثانية، حطيت نايلون، حطيتها بالأسفل، بدي مدها هيدا الطريقة بهيدا الشكل. رح رققها، اعملها بشكل دائري. حطيت لأنه النايلون عنا هون رفيع ما بكفي، حطيت تنتين حد بعض يعني لحتى أقدر مد ورقة. هيدي بدنا نحطها للطبقة من فوق. هلا بتكون صارت جاهزة معنا، بدنا نحط الحشوة. هلا بعد ما تركته 10 دقايق طريت، هيك اسهل لي، بيسهل علينا الشغل. بدي اطحنهم هلا، رح اطحنهم بالميكسر. هلا بدي احط لهم قرفة، تقريبا نص ملعقة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. القرفة بتعطي نكهة كتير لذيذة، شايفين كيف دابوا دوب هن اجمالا طرايا، بس
بالفرن تسرع سويهم أكتر. هلا إسا عندي إضافة، أنا عندي هون الجوز، عين الجمل، اللي بده بيضيف والمتوفر عنده بدي خليه هيك أنا بهيدا القطع حتى الواحد يحس بطعمة القرشة، طعمة الجوز. ححط يعني كم حبة شوي، كسرهم بإيدي هيك تكسير حتى تضل الحبة يعني يحس بطعمتها. بكفو. هلا بدي نزل الحشوة على الصينية. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي مدهم، ما بدي اقربهم كتير على الحواف، بهذا الشكل. شايفين؟ هلا بدي نزل الطبقة اللي عملناها. بسم الله. أنا بدي خليهم، حاول إنه مشيل من العجينة، بدي أشوف كيف بدي أضبطها. هيدا بيساعد انها تكون فرد مستوى بالنايلون. هلا بعد ما مديتها بهيدا الشكل رح عيزها بالشوكة. بسم الله.
شديت كتير. أنا بس بلشنا بالمد العجينة، بنحمي الفرن دغري على 170 بالطبقة الوسطى. هيدا الشكل شايفين. هلا بدي حيزها. حيزتها شوي. بسم الله. هلا بندخل الفرن على حرارة 170 بالطبقة الوسطى. وهلا بعد ما طلعتها من الفرن بعدها سخنة، أنا عندي هون سيحت القليل يعني من السمنة، تقريبا ربع ملعقة، ما بعرف إذا مبين عليكم، ربع ملعقة سمنة. راح ضفلهم ملعقة قطر، أنا دايما القطر بيكون عندي جاهز. بسم الله هفرجيكم. رح اخلطهم مع بعضهم، اخلطهم مع بعضهم. وهي الخلطة بدي امسح فيها وجه الصينية. بسم الله حتى يعطيها اللمعة الحلوة. هلا بتركها لتبرد تماما وبعدين بقطعها. هلا اذا بدنا نقطعها رح تفرط معنا. بسم الله شايفين هيدي بتعطيها اللمعه الحلوه. بتركها لتبرد تماما وبعدين بقطعها، بنكمل باقي الخطوات. هلا بعد ما بردت تماما، بسم الله، ما شاء الله بتشهي. عم قطعها وراح احطها بصحن التقديم. بسم الله. ما شاء الله. كمل. رح كمل التقطيع وبرجع لكم. ولهون بتكون وصفتنا اللذيذة خلصت، وإن شاء الله تكون عجبتكم.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة، وإن شاء الله في فيديوهات كتير، وإن شاء الله منشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.